مستنية اللي ممكن. يلا بينا. طبعا ايه الرنة مش بتعمل صوت. يلا يا مروان، اول سؤال. رايت ساينتفك تاني. Characteristic that help living organisms survive and reproduce in the ecosystem. هنا Adaptation. بنقول adaptation. excellent. اول ما الاقي help living organisms to survive، اول ما الاقي الجمله دي بيساعد الكائنات الحيه ان هم يعيشوا، ده مين؟ ده الادابتيشن. يبقى اول سؤال عندي مين؟ adaptation. right scientific term يعني ايه؟ يعني ده تعريف حاجه وانا هقول دي بتاعت ايه. ادب ايش. يلا يا حلا، هاي ميس ليه give reason بقى؟ ها ايه كده؟ فينك فوكس هاز ا عندي سيت color food. اتفقنا مع بعض، اول ما بيجيلي ليه اي حيوان لونه كده عشان يعمل ايه؟ يستخبى. adaptation ولا يستخبى؟ استخبى يستخبى بقى. اسمها ايه؟ كامو. كم فلاش كاميو. فلاج. تو كاموفلاج يعني ايه؟ ميس يستخبى. ميس نعم. وبرضه تنفع تو هايت تو تنفع تو هاي، بس احنا ايه، نحب نحفظ كاموفلاج. أميس. هو ده الأشباه التالت ولا ده الأول؟ عشان الاولاني، احنا بادئين من اول أنا مكتوب المنهج. الأول. خدت ده؟ طب يا جماعه تبري دي كده خلاص، تو كاموفلاج. يلا يا كريم، أي وات ميس هابن، هيحصل ايه؟ أي ميس بانثر كاميليون. تفنصر كمان هاف نوت في شيب في البانثر كاميليون ما عندهاش في شيبت، ما عندهاش شكل الفي، رجليها مش على شكل في. هي كانت بتعمل ايه بالرجلين بتاعتها؟ كانت بتتشعر على على كسر الشجر، الشجر كاتش او هولد الشجر. طب لو هي رجليها not مش فيه، coming هتعرف through تمسك الشجرة؟ كان not نوت. coming قول لي بقى، كان نوت ايه؟ through هولد، هولد تري. كان نوت هولد تري. اكسلنت. يلا يا امير، ايوه ميكس يلا ديد ريماين تايب اوف ادابتيشن. هنحدد نوع الادابتيشن اللي عندي. سي كوايت فار ان ذا كولر بيتش ده ستراكشر ولا بيهيفرال؟ استراكشر الرول. نور عليك. ستراكشر. ليه ستراكشر؟ عشان ده ربنا خلقه. خلاص، يبقى انا عندي ستراكشر ادابتيشن، الحاجه اللي في جسمي. روح الوقت. يلا يا ريماس، نعم give one example، قولي لي مثلا عن behavioral adaptation زي ايه؟ اي حاجة behavioral adaptation. فيليك فوكس ليفي بروس برافو عليكي. فينيك فوكس ليف ان باروس. بيعيش في جحر، فده بيهيفرال، هو اللي بيحفر الحفرة وبيقعد فيها، فده بيهيفرال ادابتيشن. يلا يا يامن،
ماشي. يلا يب. تعالى بقى رايت ساينتفك تير. ايه رايك؟ ايه رايك هساعدك؟ مين دخل؟ السلام عليكم يا مستر. ماشي يا علي، يلا يا ايه. ماشي. ايه طيب اوف ادابتيشن ذات هيلب ذا انيمال تو هايد فروم ايه بريديتور اور سليك اتس براي. لما بلاقي تايب اوف ادابتيشن هيلب انيمال هايد يستخبى، قلنا هايند او بليند، هايد او بليند دول بمعنى ايه؟ كامو، يستخبى، يستخبى اسمها كاموفلاج ايه؟ كاموفلاج. كاموفلاج. اكسلنت يا يامن، كاموفلاج. تعالي تعالي ثواني يا جماعه. خلاص يلا يا علي، give reason. علي بين دول بينجوين كفرت ويز جيمس ايه البنجون عنده دينس فيزر. ليه عنده دينس فيزر؟ ليه عنده تو ريش؟ كور ها قول يلا يا علي. تو قول. ورم To تو keep كيب its بودي ورم body warm. To keep its body. طب انا يا جماعه، يلا يا مروان تاني. The living organisms cannot adapt to their ecosystem. لو الليفنج اورجانيزمز كان نوت ادبت، ما تكيفوش، هيحصل لهم ايه؟ هيحصل لهم ايه يا مروان؟ Will die. ويل داي، ويل نوت سرفايف، مش هيعيشوا، ويل داي او ويل نوت. سرفايف مش ايه، مش هيعيشوا. يلا يا يلا يا حلا، أيوة did remind the adaptation type of adaptation the structure ولا behavior؟ الفينيك فوكس ليف ان باروس، structure ولا behavioral؟ مش يعني 11 in birth بيعيش في جحر، ليف ان باروس، لسه كاتبينها فوق علشان يعرف يستخبى، حبيبتي. ده نوع الادابتيشن لا عشان يعرف للستراكشر يصطاد. يا حلا، اسمعيني. نوع الادابتيشن ايه؟ استراكشر تركيب ولا بيهيفرال سلوك؟ ولا معاش في جحر؟ بهبرال سلوك اسمع، ما سمعتش، بهبرال سلوك ثواني يا حلا، انا مش سامعاكي. ايه بهبرال سلوك behavioral adaptation؟ يبقى لما يقول لي determine، حدد نوع ال adaptation، هنقول ايه؟ behavioral adaptation. تمام. سوري.
انت سمي يعني ايه يبقى بالظبط؟ هكتب هنا ايه؟ behavioral خلاص بس شاطر. أكتر حاجة تمام. يلا يا كريم أيانس give an example للاستراكشر ادابتيشن بقى. اي استراكشر ادابتيشن زي مثلا بأي حيوان أي حيوان في اي حاجه. اه استراكشر تركيب. اي حاجه في جسمك. الفوكس مثلا كان عنده ايه في جسمه؟ فينيكس فينيك فوكس ماشي هاز اير هاف او هاز لارج has large ears. large اير ears large ears. يبقى الفينك فوكس عنده large ايه؟ large ears. أمير اخرج ادخل تاني يا أمير. يلا يا أمير سامعني كده يا أمير؟ راح فين؟ خرج. ماشي يلا يا رماس لغاية ما أمير يجي. رايت ساينتيفيك نعم ايه؟ a change in the structure of the animal body ده تغير في تركيب structure. هيبقى ده ايه؟ طالما فيها structure structure هيبقى adaptation تعريف ايه؟ structure adaptation structure adaptation. هنلاقي برضو change in behavioral تغير في سلوك يبقى ده behavioral adaptation. يبقى ده structure وده بهذا خلاص. طيب يلا يا خلاص أمير جيت؟ جيت يا أمير؟ خلاص يلا يا أمير جيت بيزو. اه ليه الفينك ورم ولا كول؟ اه كيب اتس بادي كول. مين؟ بيحافظ على جسمه ايه؟ ان هو يبقى كول مش حران يفقد حرارة. يلا ميس يا يلا يا يامن. ميس ايوه ممكن تلوس اهوت لوس هوت هيت. لوس هيت. لوس هيت يعني يفقد حرارة. يلا يا يامن. ماشي وات هابن؟ ده الرب الرب سيت اركتيك فوكس doesn't has دوزت سي كوايت فور. الاركتيك فوكس ما عندوش سي كوايت فور. ما عندوش فروة سميكة بيضة. هيحصل له ايه؟ هيعرف يستخبى؟ لا يعني يبقى كان نوت ميك ميك كاموفلاج ان وينتر عشان هو في الشتاء بيبقى لونه ابيض. وايه؟ ونوت وورم. جسمه مش هيبقى ايه؟ وورم. بارد البادي بتاعه نوت وورم اوكي مش هيبقى دافيان. البادي بتاعه نوت وورم مش هيبقى دافي لان الفروه مش سيك مش سميكه مش تقيله. يس ما عندوش فروه سميكه فبالتالي هيبقى سقعان. يلا يا علي. ايوه ميس بول شارك هانت ان ذا داي از ويل از ذا نايت اه ده behavioral ولا structure بقى؟ بيهيفيرال ايه؟
بيفرل. بيهيفيرال، هو بيصطاد بالليل زي بالنهار، هو اللي بيصطاد، هو اللي بيعمل الشغل ده او بيعمل السلوك ده، يبقى ده بيهيفيرال. مريم تعالوا قولي. عشان قبل ما تفتحي الرفاية هناك بقى خديها معاكي. تمام يلا يا مروان، give one example. The animal that enable to hide in their environment ecosystem. قول لي بقى example لانيمال هايد استخبى في الايكو سيستم بتاعته زي مين؟ Arctic fox. ماشي، عنده ايه الاركتيك فوكس؟ استخبى Has ازاي a بقى؟ white coat. هاز وايت فور In ان winter. وينتر وايه وبراون. Poor in summer. برافو عليك، فور ان سمر. الفروة بتاعته بتتغير بين الصيف والشتاء، تبقى ايه براون في الصيف وفي الشتاء تبقى وايت. خلاص ده كده ايه، ده كده اول تقييم، اول ويكلي تيست. تعالوا نشوف تاني تقييم اللي هو الويكلي تيست 2. احنا ماشيين بالترتيب ليه؟ عشان هو ده ترتيب المنهج بتاعنا. الاول خدنا الادابتيشن في الانيمالز، بعد كده هنخش الادابتيشن في البلانت، وبعد كده الهيومن الدايجستيف سيستم والريسبيراتوري سيستم بعد البلانت. يبقى الجزء ده هلاقي فيه الدايجستيف سيستم، وهلاقي فيه البلانت كمان. يلا يا علي، علي أيوة مش أيونيس. مم. Tree that grew in Amazon رين rainforest. فورست. مين بقى اللي بتعيش في الرين فورست في الأمازون؟ أتبك. كابوك تري. شجرة الكابوك دي بتعيش في الرين فورست. يلا يا حلا، أيوة give reason. Palm tree have long and strong root. ليه عندها جذر طويل وقوي؟ عشان resist، تقاوم ايه؟ علشان لما الهواء بيجي اي بيطير بس القولها بالانجلش بقى، resist resist. resist تقاوم، resist resist strong wind، هتقاوم الايه السترونج وين. يبقى هتعمل ايه بقى يا حلا؟ ريسيست. قوليها يلا يا حلا، يا حلا. ريسيست سترونج وينج. اكسلنت، ريسيست سترونج وين. طيب يلا يا كريم، يلا يا كريم، جيف ريزون. Give reason animal don't eat اكاشيا تري. acacia ليه الانيمال ما thing بياكلوش الاكاشيا؟ عشان عندها ايه؟ شوك ايوه الشوك بقى بالانجلش اسمه ايه؟ هاف have has ساينس. يبقى الشوك اسمه ايه؟ هاف ساينس. هاف ساينس، وكمان بتعمل بريديوس، بتفرز سم، بريديوس بويزن. بريتيوس بوينت.
خلاص بروديوس بويزن، بتفرز ايه؟ بتفرز سم. تمام. يلا ايه، يبقى هي عندها هاف سباين شوك وكمان بروديوس بويزن، فعشان كده هي بت ايه، محدش الانيمال ما بياكلهاش. يلا يا امير. نعم، ظبط الصوت يا امير عندك، جاوب. وات هابن يا امير؟ امير يلا جاوب وات هابن كده. بلانت ووز، ايه اللي هيحصل لو البلانت ترانسفيري؟ ايوه يلا اقرا. environment to another، ايه اللي هيحصل لو انا جبت بلانت نقلته من environment بيئة لبيئة تانية؟ هيعمل ايه؟ هيحاول ان هو يعمل ايه؟ try to adapt، هيحاول يتكيف، او can not survive، هيحاول can not survive يعني ايه؟ مش هيقدر يعيش. can not survive، can not survive، مش هيقدر يعيش. لو انا جبت، نعم بتقول ايه؟ يلا يا رماس give one example. structure adaptation in water lily have الوتر ليلي idea عندها ايه بقى؟ الوتر ليلي عندها ايه؟ wide leaves وايد ليفز. استنوا كده يا جماعة سوني. خلاص وايت ليفز، يبقى هي عندها وايت ليفز، ده ستراكشر ادابتيشن عشان ابزورب ايه؟ اماونت اوف سان لايت، تمص اشعه الشمس. يلا يا مروان. A tree that can live, survive and scarcely in water. هنا تري، شجرة سرفايف، هتعيش في سكارثلي، شارلي الوتر يعني مية، حالة مية قليلة. مين دي بقى؟ Mangrove tree. لا المنجروف دي عايشة في البحر أصلا، دي هنا عندي سكارلي ان ووتر يعني مية قليلة، قلة مية، يعني عايشة في الديزرت في الصحراء. مين دي بقى؟ أكاشيا أكاشيا يا مروان، أميس هتبقى ايه؟ أكاشيا تري اكاشيا تري، لان اكاشيا تري بتعيش في الديزرت اصلا، في السافانا، في السافانا اللي هي السافانا مفيش ميه اصلا في السافانا. يلا يا علي give reason. علي علي، تروحتوا فين يا جماعه؟ مش سامعيني ولا ايه؟ لا يا مستر مايك امال علي راح فين يا علي؟ ميس يلا يا علي.
علي راح فين ده؟ علي علي لحد السرعة. خلاص يلا يا حلا. ماشي ماشي يلا يا أيوة حلا. جيف ريزون حضرتك. باربري فيك. يلا يا حلا. باربري فيك هاز سبينج هاف سبايني ليفز. ليه عنده شوك الباربري فيك؟ عشان بيعمل ايه؟ عشان ايه؟ بريفنت، يمنع. يمنع الحياة بالانجلش بقى، ما احنا لازم نقولها بالانجلش، مش احنا نكتبها بالانجلش. بريفنت بريفنت انيمال انيمال روم اس ايتينج. فروم بريفنت انيمالز فروم ايتينج، هيمنع الانيمالز ان هم ايتينج. نقراها بقى بالانجلش كده يا حلا. بريفنت 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 انيمال فروم ايتينج. ايه ايه يلا يا كريم انا مش ويلا نقرا اللي طب بعديها. we have not thick and strong root will die مش كابوك تري. يلا يا كريم. كابوك تري ستي ابرايت ان مش ساكي انا سويل. المفروض عشان عندها ايه؟ مش ليه انا قلت واقفة نمبر كده في فور التربة اللي هي الساكي؟ مش انا قلت نمبر فور مين يا كريم؟ انا كريم قلت نمبر فور طب ليه ما جبتش تري؟ عشان انا نمبر فور ده انت 3، ما هي حالة جاوبت فوق 3 2، انت تحل 3. حل 3 يا كريم. go back to stay ابرايت ان ساكي سويل. هنا الكابوك تري دي عايشه في رين فورست، في مكان فيه ميه كتير، فالتربه بتاعتنا السويل بتبقى ساكي يعني مليانه ميه فبتزحلق. فهنا ليه الكابوك تري ثابته وماسكه نفسها؟ عشان عندها الروت بتاعها ماله؟ باتريس. عشان الروت بتاعنا باتريس روت، يعني الروت طالع فوق الارض وماسك في الايه، يعني طالع فوق الارض بشويه وماسك في السويل جامد، فده اسمه باتريس روت. عشان الكابوك تري هاز باتريس روت. عشان عندها ايه بقى يا كريم؟ ناس باتريش فوق هاز باتريس روت. يلا يا امير علي لسه ما جيش. يلا يا امير. يلا بالمي تري ثيك اند سترونج روت. ليه بقى البالمي تري لسه حلينا فوق؟ لو البالمي تري ما عندهاش ثيك اند سترونج روت هيحصل لها ايه؟ هتقدر تقاوم الويند، الرياح ريسيست ويند، ولا كان نوت ريسيست ويند؟ كان نوت يا أمير. ريسيست ريسيست بسرعة ويند. كان نوت ريسيست ويند، مش هيقدر ايه يمنع يقاوم الايه الويند. يبقى هنا لو هو ما عندوش سترونج روتس يبقى هو كان نوت ايه ريسيست ويند. قولها كده يا أمير بقى، هيعمل ايه؟ أمير تمام. يلا يا ريميس. هو تنفع نمبر فور ويل داي ينفع ويل داي، بس بص مش محبذ ان احنا نقول ويل داي لانها مفتوحة، احنا عايزين نعرف السبب ليه، ليه ماتت. فانت تقولي السبب ليه، عشان هي ما قدرتش تقاوم ريح. يعني يستحسن في وات هابن ما نستسهلش ونكتب ويل داي، لان ممكن محدش يحسبها صح. وعايز يعرف انت عارف فعلا السبب ولا مش عارف. يلا يا رميس. نعم يا ميس يلا give an example. behavior adaptation in acacia tree الاكاشي تري بتعمل behavioral، ايه هو؟
سين produce poison بروديوس بويسن، وسين دي ايه؟ sent a سميلي message from here ميلي سيرش سيندي سميلي مسج. وبروديوس بويزن بتفرز سم. تمام. يلا يا يمن. يمن. تري ليفز ان سافانا. سافانا سافانا فورست فورست. مين اللي عايشة في السافانا، الكابوك ولا الأكاشيا؟ الاكاشيا الأكاشيا تري. ممتاز. تمام. يلا يا يلا يا مروان. Water lily have a white leaves ليه بقى؟ to absorb a sunlight. تو ابزورب عشان تمص أشعة الشمس. صن لايت. يلا يا يلا يا حلا. ايوه gift reason. ليه then باين he تري has a تريانجل؟ triangle shape ليه شكلها مثلث؟ عشان تعمل ايه؟ تزحلق التلج. سلايد سنو. هي عايشة في تلج right وتعمل so سلايد سنو، تزحلق التلج من عليها عشان ما يكسرهوش. تو سلايد سلو. وات هابن. يلا يا كريم. ايوه ميس اكاشيا تري اكاشيا تري doesn't protect a person نضنت بريديوس بويزن، ما فرزتش سم. هي كانت بتفرز السم ليه؟ عشان الانيمال ما ياكلهوش. ايتينج بريفنت انيمال فروم ايتينج. طب نوت بويزن بقى، ما فرزتش السم، يبقى الانيمال هيعملوا ايه؟ animals ايه ويل ايه؟ هياكلوها طبعا. will ويل eat ايه؟ eat ويل ايت. طيب يلا يا يلا يا امير. امير قول لي بيهيفرال ادابتيشن للكابوك تري. كابوك تري بتعمل بيهيفرال ادابتيشن زي ايه؟ سنت يا امير بتعمل ايه؟ سند ايه يا امير؟ اسملي اسملي سوينا. روح كمل اكلك لما فيش خلص ولا في حاجه. روح كمل بقى اللي انت سبته. سند اسملي ايه؟ مسج. بيبعت رسائل بريحه علشان اتراكت بات تجذب الخفافيش ان هم يجوا يعيشوا عندها. يبقى بتعمل ايه يا امير؟ أنا امير بقول لي سند مفهوم سميلي مس. مفهوم خلاص ده ايه؟ ده جزء البلانت. هنا بقى هنخش على جزء مين؟ جزء الريسبيراتوري والدايجستيف سيستم. تمام. يلا يا ريماس تعالى. اول سؤال فاضل جاوب نفسه ونخش تاني. تمام the organ is اكسجين. extremely اكسجين اكسبيلد ديورينج بروسيس. الاكسجين هو المفروض غلط، يا اكسبيلد هنا مش الاكسجين، المفروض كربون داي اوكسيد الاكسبيلد. يعني هي السؤال هنا غلط اصلا.